مملكة إبليس عمل مختلف تماماً. إحنا بنقدم محتوى ينافس عالمياً مش محلياً بس أو على مستوى الشرق الأوسط. مملكة إبليس من أجمل ما كتب محمد أمين راضي ومن أروع ما أخرج أحمد خالد موسى. طارق جنايني منتج يعني مغامر زي ما بقول. الممثلين مش يعني أنا شهدت مجروحة، بس اللي حصل في رد الفعل في المشاهدات ده على حسب التقارير اللي بتيجي من شاهد إن 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 رد الفعل في المشاهدة غير مسبوق على منصة ديجيتال. الحمد لله ده كويس جدا. أعتقد إن مع الوقت طبعا في حاجة، بس الناس لسه التلفزيون غير المنصات الإلكترونية. المنصات الإلكترونية المحتوى موجود، مش هيروح في مكان، هو موجود. احنا بنشوف التلفزيون عرض واحد بس وبينتهي، فبناخد الفيدباك اسرع. المسلسل ده هيفضل يتعرض على 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 سنين العمر، هيفضل ناس تشوفه، هيفضل مستمر في المشاهده، هيفضل ردود الافعال طول الوقت موجود. احنا مش هنقدر نواجه التكنولوجي، عشان نبقى واقعيين التكنولوجي هي سيده الموقف خلاص. العالم كله متجه للديجيتال، فاحنا يعني شئنا ما ابينا احنا هنتجه للديجيتال. هياخد وقت طويل عندنا، بس هو موجود وهيفضل موجود او هيستمر لحد فتره طويله، او هو ده المستقبل زي ما بيقول. بس في ميزه مهمه جدا وحسنه مهمه جدا للديجيتال. الديجيتال انا اللي بشتري المنتج اللي انا هتفرج عليه، فالمنصه مطالبه ان هي تقدم لي منتج محترم، منتج يليق بيا كمتفرج، مش بخضع لسيطره الاعلانات. فالاعلانات بتقول والله انا عايز ده ايا كان المنتج. لا، هنا لو مش منتج جيد مش هيتشاف. لا، الفترة دي أنا بشتغل، هنبتدي إن شاء الله هجمة مرتدة مع أحمد عز، وبصور البرنس مع محمد سامي. يعني بقدم شخصية صحفي في هجمة مرتدة، وبقدم شخصية سواق ميكروباص في البرنس. والله كل فنان وليه شخصيته. وأنا بالنسبة لي أنا كل الموضوع، بس أحمد عز ده أخويا يعني وصديقي وراجل أنا بحبه جدا وبحب الشغل معاه جدا. ده اللي أقدر أتكلم فيه. يعني عز حد محترم جدا، حد بيقدر الفنان اللي معاه، دايما بيدي مساحه للي معاه. فرمضان احنا اشتغلنا مع بعض كتير زمان، فانا مش جديد عليا رمضان.